ما هي التأثيرات السلبية التي أحدثها الغزو الأمريكي في بنية المجتمع العراقي ومنظومة قيمه وتقاليده؟ وهل هذه التحولات الاجتماعية كانت نتيجة مباشرة للغزو الأمريكي أم أنها كانت تراكمية وتعود جذورها إلى ما قبل مرحلة الغزو؟ وما هي الفائدة التي سيجنيها الغزو الأمريكي من سعيه إلى تهشيم منظومة القيم الاجتماعية في العراق كما تتهمه القوى المناهضة له؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة المقبلة من برنامج طاولة حوار.